السبت الماضي قدمت صورة من استقالتي للفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء. هذه ليست الاستقالة الأولى، لقد سبق لي أن تقدمت باستقالتي عدة مرات منذ مارس 2009، وكانت آخر استقالة قدمت إلى رئيس مجلس الشورى قبل حل المجلس الشهر الماضي، وكنت مصرا على تقديم هذه الاستقالة. طب حضرتك يا استاذ عبد القادر من 2009 بتقدم استقالتك، هل تقاب، هل يعني هل في بترفض هذه الاستقاله؟ رفضت، الا اخر استقاله قبلت، ابلغت بانها قبلت اللي كانت الشهر الماضي، وارجئ تنفيذها لمده شهرين حتى يتم اختيار البديل، الزميل الذي سوف يتولى رئاسه مجلس اداره المؤسسه بدلا مني. اما الاسباب، السؤال اللي حضرتك سالتني عنه فهو اسباب مختلطه فيها الموضوعي بالذاتي. الموضوعي الحقيقه يتمثل في اني كنت اقدم استقالتي قبل 25 يناير احتجاجا على عديد من التصرفات والمواقف تجاهي وتجاه مؤسسه دار الهلال من بعض المسؤولين. ولكن بعد 25 يناير الموضوع يتمثل بأنني أرى أن المؤسسات الصحفية القومية يجب أن يتغير المنهج الذي تدار بها، وأنه يجب أن يتم إدارتها بشكل ينأى بها عن السلطة التنفيذية ورئاسة السلطة التنفيذية، ويتم إدارة هذه المؤسسات بطريقة مماثلة لتجربة البي بي سي. وأعتقد أنه يتعين أن يتولى ذلك عدد من الزملاء الجدد، ويا حبذا لو كانوا شبابا وليسوا من الكبار السن أمثالي. أما ذاتي فأنا يعني للأسف الشديد لدي شعور بأن منصبي هذا حرمني من رعاية زوجتي رحمها الله في أيامها الأخيرة. طيب يعني بجانب الأسباب الشخصية أو الأسباب اللي تحدثت عنها في الاستقالات السابقة، خلينا في الأسباب المتعلقة بثورة 25 من يناير. هذه الأفكار الذي طرحتها، لماذا يعني لم تساهم بطرحها أو العمل على تفعيلها من خلال مطالب ما ربما بدلا من الاستقالة يا أستاذ عبد القادر؟ أنا يعني بقول لحضرتك هذه الثورة التي فجرها الشباب، ويتعين أن ننسحب ونفسح المجال للشباب في كل مواقع القيادة المختلفة، وبالأحرى مواقع القيادة في الإعلام والصحافة القومية. الصحافة القومية تحتاج